والإمساك عما شجر عنه الصحابة هو معظم ما ارتضاه كثير من السلف رحمهم الله، لأن الحديث في تفاصيل ما جرى بينهم قد يغر صدور البعض على بعضهم. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن من سب أحدا منهم فإن العلماء متفقون على أنه يعزر تعزيرا يمنعه من أن يتلفظ بهذا.